السلام عليكم، معك الحسن المساري، عضو جامعة أكادير وأيضا رئيس فريق منتخبي حزب العدالة والتنمية بجامعة أكادير. الحيثيات ديال البلاغ اللي صدروا للفريق، فبطبيعة الحال يتضح جليا بأن البلاغ صدر من أجل فقط توضيح موقف ديال الفريق من نقطة، إحدى النقط اللي ستدرج أو التي أدرجت في الدورة ديال أكتوبر 2024 واللي غادي يتداولها مجلس جامعة أكادير. احنا بالنسبة لنا في هذه النقطة هذه تنأكدوا بأن الحضور ديالنا للجان كلها كان حضور مسؤول. حاولنا فيه ان في جميع اللجان ان نعطيو المواقف ديالنا، اننا نناقشوا فيه مع الفرقاء والساده الاعضاء، وكان نقاش جدي حقيقي. كل الاعضاء اللي كانوا حاضرين كان نقاش جدي فاعل، ولكن اتضح لنا انه كاين توجه عند المكتب المجلس باش انه هذه النقطه هذه يعني يتم الحسم فيها. هذا التوجه ولا هذا التوجيه ديال المكتب ديال ان هذه النقطه هذه تبقى وتمشي في الدوره الجلسه العامه، اكد لنا ايضا بان الاراء ديالنا والمقترحات ديالنا وكل ما تم التداول ديالو لم يؤخذ ولن يؤخذ بعين الاعتبار. بالتالي هنا كان لازم علينا اننا نبينوا الموقف ديالنا ونأكدوا النقط التي ناقشناها داخل الدوره، داخل اللجان عفوا، والموقف ديالنا من الاتفاقيه. الموقف ديالنا رافض للاسباب التاليه: اولا اكدنا بان هاد المرافق هي مرافق داخله في اطار البرنامج التنميه الحضريه 2024-2024، قلت الغايه منه واضحه، وخص يستحضرها المكتب باش جميع الفئات، جميع المواطنين، جميع الساكنه التي تريد ان تستفيد من هذه المرافق وتستفيد من الخدمات ديالها، فخصها تكون عندها لاكسيسيبيليتي، تكون عندها لاكوسيبيليتي. بهذا الاتفاقيه او بهذا الاطار هذا وبهذا النمط هذا، فهنا غادي نحرم واحد الفئه كبيره اللي ما غاديش تقدر انها تلج لهذه المسابح. بغض النظر عن كاين 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 مسابح اخرى غتجي ولا ما غاتجيش، ولكن ملي كنكتشفوا بان راه اربعه ديال المسابح، ما بقاش جوج المسابح اللي تعطات ديال الهدى وديال الحي المحمدي، راه جاي المسبح ديال الاغروض والمسبح ديال بن سرقاو، راه حتى هما داخلين، لان شفنا من خلال الميزانيه راه كاين تبرمجات 200 مليون، بمعنى ان اربعه ديال المسابح مادام الاتفاقيه فيها 50 مليون كل مسبح، اذا عندنا اربعه ديال المسابح راه 200 مليون، اذا اربعه ديال المسابح الاخرى، اربعه ديال المسابح كلها راه غتمشي في هذا الاتجاه هذا. هذا واحد. جوج، تلاقينا بان كاين هناك تناقض صريح بين ما يصرح به اعضاء ديال المكتب وبين الواقع، من خلال ان التدبير صرح بان التدبير، بل اكثر من ذلك ماشي غير صرح، راه كاين في برنامج عمل الجماعه، وهذا تناقض بان التدبير ديال المرافق الرياضيه ستتكلف به، سيتم المساهمه او المشاركه فيه مع مختلف الفاعلين المدنيين والجمعيات المدنيه، كلها غادي تشارك في التدبير ديال هاد المرافق الرياضيه. وهذا حاول ياكدوا لنا المكتب من خلال الملاعب الرياضيه والمرافق الرياضيه، الملاعب الرياضيه، وقال بانه راه حنا غاديين في هذا التوجه، هذا نمط جديد وهذا نمط تدبير وحنا اللي غادي نمشيو فيه. وبالتالي ما فهمناش هذا التناقض اليوم ديال ان هادو ما يتعطاوش بنفس الصيغه، ولا غير على الاقل يكون فيه واحد النوع من التشاور والتشارك باش يمكن لنا نخرجوا بنمط تدبير، الا ما كانش النمط عند المكتب وما كانش التصور عند المكتب واضح. وهنا تنأكد بان الفريق ديالنا وايضا بعض اعضاء المجلس راه نبهوا لهذه المساله هذه. حنا جميع الدورات كنا كننبهوا بان راه لابد من ايجاد نمط تدبير، لابد من التفكير في نمط التدبير ديال المرافق اللي غادي تسلم في اطار برنامج التنميه الحضاريه. رجعنا للمحاضر راه غادي نلقاو هذه المساله هذه، دونك كنا كنقولوا مودي راه قبل ما تسلموهم راه لابد من تلقاو نمط ديال التدبير اللي ممكن ان به غندبروا هذه المرافق، ولكن للاسف ما دار والو، وغادي نجلسوا حتى الاخير وغادي نبداو نقلبوا على انماط يعني بطريقه استعجاليه، كل مره غادي نقلبوا على صيغه من صيغه.
في حين ان نكون عندنا ورقه واضحه المعاليم، ها النمط ديال التدبير، ها كيفاش غادي ندبروا هادو، ها كيفاش ندبروا هادي، كيفاش ندبروا هادي، انا ما غاديش نتلاقاو اشكال اليوم. كانت هضرنا ايضا على التشاور وهضرنا على التشارك، قلنا بان راه ما كايناش مقاربه تشاركيه فعليه، اكدناها لان هذا تاكدته حتى الجمعيات اللي دارت البلاغ ديالها، دارت بلاغ واكدت فيه بانه راه فعلا ما كايناش مقاربه تشاركيه، بل اكثر من ذلك فيتم اخبار ديال الناس ولا ديال الفاعل المدني ولا الجمعيات، اخبارهم بها اللي غيدار وهلا غيدار، وهذا ماشي 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 سليم. هضرنا ايضا على الحكامه في التدبير ديال هذا المرفق من طرف شركه معينه، كيفاش انه ما كانش يعني ما تفتحش باب المنافسه بين كل من يريد ان يدبر هذا المرفق هذا. وفي اخر المطاف هضرنا على هذوك الملاحق، ففي الاتفاقيه يقولون بان كاين ملاحق، كاين الملحق الاول والملحق الثاني. الملحق الاول كيتعلق بالمنشات الرياضيه المرافقه، ما شفناهش وما عرفناش فينا هي وشنو هي المرافق التي ستلحق، راه لحد الساعه راه كاين هناك غموض تام في هذه المساله هذه. والملحق الثاني كيتعلق بالتسيرة، وحتى هذا الملحق هذا راه ما شفناه شيء، من حتى هذا الملحق راه كاين اشكال لحد الساعه في هذا الامر هذا. بالتالي هذه هي الامور مجمل في المجمل التي نبهنا اليها، وقلنا ودي راه في البيان راه خاص تخاد بعين الاعتبار، وخاص بطبيعه الحال ان المكتب المدبر ربما جل النظر في هذه النقطه هذه حتى تنضج الرؤيه وحتى يبان اشنا هي الصيغه المثلى لتدبير هذا المرفق. وشكرا.